സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹിക്കമയ്യ സെൻവിൽ ജൂബിലി കോൺഫറൻസ് ഫലസ്തീൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ ഡോക്ടർ വായിൽ അൽ ബത്രവി. ഹിക്കമയ്യ സെൻവിൽ ജൂബിലി സമ്മേളന ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഫലസ്തീൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് ദ മിഷൻ ഡോക്ടർ വായിൽ അൽ ബത്രവി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. സർ, വെൽക്കം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه. فضيلة العالم الشيخ عبد القادر مسليار، رئيس جامعة حكمية الإسلامية، الشيخ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം അൽബുഖാരി, അസ്സാദ അഅലാമുൽ മനസ്സ, അസ്ഹാബ് അസ്സആദ വഅസ്ഹാബ് അന്നിയാഖ വൽ ഫദീല, അൽഹുദൂർ അൽകരീം, ഇന്നഹു ലശറഫു ലി അൻ അകൂന ബൈനകും في هذا الصرح الإعلامي التعليمي الكبير في هذه الجامعة الرائدة ذو الشأن العظيم والتي تخطو بخطى ثابتة نحو التطوير والتميز كأحد أهم المنابر التعليمية الإسلامية في الهند وخاصة في ولاية كيرلا. وإنه من دواعي سروري أن أنقل لكم تحيات شعبنا الفلسطيني الصامد في أرض الرباط، الأرض المقدسة، أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، أرض المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوابة السماء من الأرض. وأنتهز هذه الفرصة لكي أستذكر تاريخ علاقتنا التاريخية مع الهند ومع شعبها العظيم. في تاريخ القضية الفلسطينية منذ بدايتها لم نعرف الهند غير دولة صديقة بحن ثقافتها الإنسانية البليغة التي لا تعرف أيا من الغايات الاستحواذية أو الاستعمارية البغيضة. ومنذ القدم وقفت الهند إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعمته وما زالت تدعم تطلعاته وطموحاته العادلة من أجل الحرية والاستقلال. وكانت من أول الدول التي اعترفت بدولة فلسطين
وقفت الهند إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعمته، وما زالت تدعم تطلعات شعبنا العادلة في الحرية والاستقلال. وكانت من أول الدول التي اعترفت بدولة فلسطين منذ إعلان وثيقة الاستقلال عام 1988. وهنا من هذا المنبر التعليمي الشامخ أكرر شكرنا وتقديرنا للشعب الهندي والحكومة الهندية على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، كما نعلن إننا نعول على استمرار هذا الدعم السياسي والمتوازي مع الدعم المالي. ويسعدني أن أشير على أننا في ثقافتنا العربية لطالما أحببنا الهند، بلاد الإبداع والجمال والخيال الخصب، وبلاد المبادئ السامية لحقوق الإنسان. وأذكر هنا جميع الحاضرين من العلماء الأفاضل، أن العرب تربطهم علاقة تاريخية وثقافية واجتماعية وتجارية بالهند منذ القدم، وقد تجلت هذه المحبة وأواصل الترابط مع الشعوب العربية مع الهند وشعبها، حيث منذ القدم أطلق العرب اسم الهند على أمضى سيوفهم، والمهند هو السيف القاطع كناية عن القوة والصلابة، ولكونه مصنوعا من حديد الهند. كما أجمل أسماء العلم المؤنثة في اللغة العربية هو هند، وقد أطلقه العرب قديما على كريماتهم ونساء أعيانهم، وما زال هذا الاسم حاضرا كأجمل وأحلى الأسماء وأكثرها شاعرية. وذاكرة شعبنا ما زالت حاضرة، حيث تعتبر الهند دولة صديقة صدوقة وحليفا من أجل الحق والعدل والسلام. وأستذكر هنا ما قاله الزعيم التاريخي المهاتما غاندي، أن فلسطين تنتمي للعرب تماما كما تنتمي إنجلترا للإنجليز وفرنسا للفرنسيين، وإنما يجري الآن في فلسطين لا علاقة له بأي منظومة أخلاقية. وقد صدق، فنحن أمام عدو بلا أخلاق، عدو عنصري يقتل الأرض والبشر والنبات والشجر، خلق وصنع أكثر من 10 حروب في فترة زمنية بسيطة، قتل العلماء من المسلمين، يشوه صورة المسلمين، دمر كثيرا من البلدان، ولكنني هنا في هذه المناسبة الكبيرة وفي هذا المؤتمر أود أن أتوجه إليكم
وأن أتحدث معكم حول التعليم، ولا أريد أن أتطرق إلى الأمور السياسية، فأنتم المستقبل، لأن في هذا القرن الجديد لا مكانة لأحد سوى بالعلم والمعرفة، فأصحاب العلم والمعرفة هم من سيقودوا هذا القرن. وبلدكم الواعد الهند تسير بخطى ثابتة كأقوى أحدى الدول الاقتصادية الواعدة في العالم، فتمسكوا بالعلم والمعرفة، بالعلوم الدينية والدنيوية وترابطها. كان التعليم ولا زال الملاذ الآمن الذي يعمل على أن ترتقي الأمم وتنهض بالشعوب والمجتمعات، وذلك بحسبانه العمود الفقري للتنمية الشاملة. وما زال هناك تحديات جمة تواجه العالم الثالث، وخاصة عالمنا العربي والإسلامي، والتي تتطلب مزيدا من الجهد المادي والمعنوي في تطوير المناهج التعليمية والاهتمام بالبحث العلمي من أجل التمكين الفكري في الأرض، ومن أجل مواصلة التطوير سعيا إلى التمكين وتمكين التعليم ومؤسساته ومناهجه في مجابهة الظروف والأزمات والتحديات التي تداهم حياتنا بين تلفينة والأخرى، أملا في تمكين الأجيال والشباب التي تعد مخرجات التعليم من الاستفادة من الفرص والآفاق والإمكانيات المتوفرة في النهوض بالشعوب والارتقاء بها. فإن أي طمع وطموح في شهود حضاري أو تمكين فكري وثقافي في الأرض لا يمكن أن يتحقق ما لم يتربع التعليم بمؤسساته ومناهجه المكانة العليا والمنزلة السامية على كافة المستويات، وخاصة الميزانيات التي ترصد له ومدى الاستثمار بالعنصر البشري. نحن بحاجة إلى بناء وصنع جيل وأجيال تعيد الدور الريادي للعالم الإسلامي على المستوى الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. التغيير يبدأ بالمراجعة الشاملة والصادقة للمؤسسات التعليمية، وتغيير المناهج التقليدية محدودة المحتوى والأساليب وطرق التقويم ومحاسبة والمحاسبة المتواصلة على اختيار الشخص المناسب في الموقع المناسب. وهذا يتطلب وقفة جادة مع أنفسنا، ونستشهد بقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. هناك عدة مرتكزات للنهوض بالتعليم والبحث العلمي، والتي تعتبر أهم مرتكز لها هي المناهج، ولكن الأهم من ذلك هو عملية التكامل بين القيم والمعارف من جهة، وبين علوم الدين وعلوم الدنيا من جهة أخرى. فيجب التركيز على عملية التكامل بين هذه السمات والمرتكزات، وأن يتم إعادة التكامل بين العلوم الدنيوية والعلوم الدينية، وبين النقلي والعقلي، وبين الروح والمادة،
وبين عالم الغيب وعالم الشهادة. الإصلاح في المنظومة التعليمية والمناهج من شأنه تحقيق الهدف التعليمي، ولكن المسألة ليست تعليمية فقط، بل هي تثقيفية، تقوم على التنوع والاختلاف والتسامح والاحترام ونبذ العصبية القائمة على الأساس الطبقي والديني والمذهبي والفكري والطائفي. وهذا ما نادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، إذ قال: أيها الناس، كلكم لآدم وآدم من تراب. نغرس معنى الأخوة في الأصل، وكذلك تحتوي على التسامح بين كل شعوب الأرض، إذ قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الإسلام لا يعرف العنصرية ولا الطبقية. إن المعالجة الفكرية للأفكار المتطرفة مثل الإرهاب هي معركة فكرية، حيث أصبح السلام الفكري أقوى وأعتى من الأسلحة التقليدية، وهذا يتطلب منا جميعا وضع مناهج تعليمية تحترم وتحقق مبادئ المواطنة والديمقراطية، وتقبل بالآخر والحوار ونبذ العنف والتعصب. إن التعليم الصحيح هو من أهم ركائز نجاح وتقدم الدول ونضوجها، فالأفكار المتطرفة تستقطب العقول البسيطة، وفي معظم الوقت تكون هذه العقول جاهلة عن حقائق الأمور لفقر ثقافتها وعلمها وتعليمها، فتصبح فريسة مثالية لزرع الأفكار والعقائد المغلوطة التي لا تشبه أي علم أو دين أو شرع، وتصبح هدفاً وأداة يستخدمها المتطرفون للوصول إلى غاياتهم. وعليه يتطلب أن نعمل على غرس القيم في مناهجنا التعليمية وترسيخ القيم الأخلاقية. العلم هو أقوى سلاح في مكافحة التطرف، وأفضل دواء ضد جميع العلل الاجتماعية، كما أود في هذا المؤتمر أن أشدد على ضرورة تبني المناهج العلمية والبحث العلمي من خلال ترسيخ مفهوم التعايش السلمي والتسامح من أجل العيش في بيئة يسودها السلام والأمن، والتي تعتبر من أهم الضرورات الكاملة الإنسانية للتنمية المستدامة. في الحقيقة أود أن أطلعكم عن تجربتنا كالشعب الفلسطيني في مجال التعليم، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع الجامعات كافة في عموم الهند، وخاصة الجامعة الحكمية ومركز الجامعة السنية أيضا، وكافة الجامعات في التبادل العلمي والبحث العلمي ونقل والاستفادة من التجارب. الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت الاحتلال أكثر من 70 سنة. كان الشعب الفلسطيني عندما تم احتلاله 2 مليون نسمة، اليوم الشعب الفلسطيني 12 مليون نسمة. صبرنا وثابرنا وصمدنا، نقاتل العدو الصهيوني
بكافة الوسائل، ولكن كان من أهم هذه الوسائل هو العلم والتعليم. فما زال الشعب الفلسطيني رغم الحصار ورغم المعاناة ورغم القتل والقهر، ما زال يتربع على أعلى المراتب التعليمية في جميع الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وهناك إثباتات وهناك دلائل على ذلك، فأفضل مدرس للعام السابق كان فلسطينيا، وفي هذا العام أيضا هناك فلسطينية، كما فازت فلسطين بكافة بمختلف الجوائز الإقليمية والعربية خاصة في مجال التعليم، لأننا نبني المؤسسات التعليمية في فلسطين على القواعد والمبادئ السامية وعلى سماحة الدين الإسلامي، ونبني مؤسساتنا وكادرنا البشري التعليمي، ونربط التعليم بالتنمية المستدامة. ورغم وجود الاحتلال، ولكننا نتمسك بالعلم كوسيلة من إحدى أهم الوسائل لصمود شعبنا الفلسطيني. وفي النهاية أتمنى لمؤتمركم كل النجاح والتوفيق والتقدم، وكلنا ثقة بكم وفي قيادتكم، وأخص بالذكر سماحة العالم الفاضل عبد القادر مسيار في قيادته الحكيمة لهذه الجامعة الكريمة والكبيرة، وأتمنى أن تواصل جهودها في عقد مزيدا من هذه المؤتمرات والندوات المهمة في مختلف المجالات خاصة التعليم والمعرفة والبحث العلمي ذات الصلة بمواكبة ما يطرأ على الواقع من تغيرات وتطورات في مجال التنمية المستدامة ومواكبة الثورة التكنولوجية والمعرفية المعاصرة. أخيرا مرة أخرى أشكركم على هذه الفرصة التي أتحتموها لي أن أكون بينكم، وأشكر جميع العلماء المسلمين وقيادة هذه الجامعة الحكيمة، كما أخص بالشكر الأخ أمين منسق هذا المؤتمر والذي كان له دور كبير في وجودي بينكم. ونعاهدكم بأننا سنبقى صامدين وسنبقى مثابرين للدفاع عن شرف وكرامة الأمة الإسلامية جمعاء، وهذا قدر من الله، وهذا قدر من الله أن نبقى وأن نكون في الخطوط الأولى في مواجهة الشر والقوة المتغطرسة والمتمثلة بالعدو الصهيوني والمدعوم من قوة الشر الأكبر الولايات المتحدة. وكلكم يعلم جيدا آخر قرار لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي اعتبر أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل،
فنقول له أن بدون القدس لا أمن ولا سلام، ليس في فلسطين بل في أنحاء بقاع العالم. القدس ليست لفلسطين، القدس لكل المسلمين ولكل المسيحيين وكافة الديانات. وإذا كانت الولايات المتحدة أخذت هذا القرار فلا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية ولرئيسها أن يغير القانون الدولي. ونقول لهم اقرأوا التاريخ. وأخيرا أشكركم جميعا على حسن استماعكم، ونعاهدكم بأننا سنبقى صامدين، وإن شاء الله جميعا نصلي في القدس في المسجد الأقصى بإذن الله تعالى. وشكرا. Thanks, sir, for participating with us in this 25th anniversary celebration of Jamia Hikmiya. Adathadai Jamia Hikmiya Silver Jubilee Snehobaharam Stabara Vedavi Nohi Sunna Penmada Abdul Qadir Musliyar, Palestine Ambassador Dr. Wail Al Batraki Nalgi. Memandu to the chief guest Dr. Wail Al Batraki, Palestine Deputy Chief of the Mission, presenting by Secretary General Jamia Hikmiya Al Islamiya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi Alhamd. Memandu to the Secretary General of Jamia Hikmiya.